أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الأعاقة. بقوة الإرادة الحقيقية يقدر الإنسان يحقق كل أحلامه. بقوة الإرادة الحقيقية يقدر يكسر كل الجهود ويتخطى كل الأزمات. وأصدقائنا من ذوي الإرادة كل يوم بيثبتوا لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، وإن مهما اختلفت إعاقته كانت إعاقات حركية وإعاقات جسمانية، بقوة إرادتهم وعزمتهم بروح التحدي بيقدروا يتخطوه ويقدروا يعيشوا حياتهم زيهم زي الآخرين. كل يوم بيثبتلنا إن المعاق الحقيقي أعاق، معاق فكر